Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Naura Safira Salsabila Zain wajitu min Indonesia wa kuntu fi qismi usuliddin wa muqawlanatil adyan fi hadhil jami'at al-jami'ah al-islamiyah al-alamiyah fi Malaysia. Salu brizulakum at-tamfiliyah wa anakal mumathil al-ula ma'a sahibati at-talatah. Salu brizulakum at-tamfiliyah tahtal unwan ahamiyatul lughah al-arabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syakira binti Abdul Razak. Wa kuntu fi kismi Usuluddin wa Muqaranatul Adyan fi hadhihi al-jami'ah al-jami'ah al-islamiyah al-alamiyah bi Malaysia. Wa ana al-mumathila al-thaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ismaila binti Ahmad Zuhdi. Ana min qismi fiqh wa usuli في هذه الجامعة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وأنا مماثلة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أيون الأتيكا بنت أهلي وكنت في قسم الفيق وأصوله في هذه الجامعة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وأنا الممثلة الرابعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati al-azizat? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Naam, sanata'allam al-lughah al-arabiyyah fi hadha al-yawm. Lidhalika isma'na jayidan al-bayan amma yata'allaku bil-balagha. Fahimtunna? Naam. Awalan سأقرأ لكم نقش الحضور مندوعية اسمها فلترفع يدها وقولي حاضرة فهمتنا؟ نعم الرقم الأول مي سمية حاضرة نور شاديرة حاضرة أياتيكا حاضرة نعم والآن انتهينا من درسنا اليوم نختتم بالحمد لله الحمد لله رب العالمين Aywa banati al-azizat yasurruni nutqu kunna al-arabiyyah. Lidhalika sa'aj'alu hadhal usbu' usbu'an arabiyyan. Lidhalika fas'ayna an tastaqdimna wa tatahaddathna bil-lughah al-arabiyyah fasihatan. Fahimtuna? Fahimna. Iftahna kathiran al-mu'jam wa kadhalika al-qamus walakinna al-fathah laysa bimujarrabil hifdhi walakinna بالاستخدام وبالاستعمال بالمحادثة الكثيرة كل يوم بينكنا فهمتنا؟ فهمنا أموافقة أنتنا يا بنات يا عزيزات؟ نعم موافقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح النور كيف حالكنا؟ الحمد لله نحن بخير نعم كيف مرور أيامكم باللغة العربية؟ الله نعم اعلمنا اللغة العربية لغة الجنة واللغة العربية تاج لكل متعلمين ومن متعلمين؟ نحن من المتعلمين وللمرأة إذن الضمير بتاء التأنيث إذن كنا جميعا متعلمات هكذا اللغة العربية أغنى اللغات في هذه الدنيا لا لغة غنية إلا اللغة العربية لذلك اسعينا أن تتحدث باللغة العربية لغة القرآن لغة الجنة ولغة العلماء وغير ذلك لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لذلك هل أنتم نشيطة؟ أنا أريد أن تنا أن تكون نشيطة في التكلم باللغة العربية. أنا نشيطة يا أستاذة. الحمد لله أنت جيدة. الحمد لله. يا أختي
هيا على الاجتهاد أن نتكلم باللغة العربية. تسلم. لا نتكلم إلا لا ينفع. أنت مخطئة. لا تنطقي عن الهوى. حقير لمن لا يعرف ولا يتعلم اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة ربنا، لأن اللغة العربية جزء من ديننا دين الإسلام. لذلك من لا يعرف اللغة العربية قد لا يفهم قد ما فهم كلام ربنا، نعوذ بالله من ذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sadiqati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya zaminati. Ala rabbi wa sa'ati ya ukhti. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, syukran ya ukhti. كيف حالكم يا اختي؟ بخير ان شاء الله. من اين جئت يا اختي؟ انا نيفان بدا اجري صوبا. متى سنواجه امتحان؟ انا عندي مشغوله كثيره حتى ليس الاستيره حتى على نفسي. انت تذكرين لانني انام في الفصل عند خطبه الاستاذه. تسالوني انا في الحمام في هنا الوقت، هل انت تذكرين؟ متى؟ يظن يا اختي كيف جواب انت في الامتحان؟ ان شاء الله انا اشعر بالثقه على اجابتي. ايوه مبروك عليكي، عسى الله أن يؤتينا النجاة في الامتحان. يا صديقتي السؤال هنا سهل سهل صعب، وأنا أتوكل إلى الله فقط. ليس سهل سهل صعب، هذا أسلوب في لغتنا في اللغة العربية، السهل ممتنئ. Doamuku lagi jidan-jidan. Ya ukti, anti muhti'a asawab atau am syahiyun. Oh, ya. Atau am syahiyun. Syahiyun. Ya ukti, anti ta'rif anak. Mada? La? Mada? Qad asma'a hadhihi qisas, thumma ash'uru bi ra'yah 'alayha. Soya soya, kau belah badar kisop, urit tanah dari mahawalan. Uzuri ya ukti, ini si awalan. Hilal janib paniman. Ayah ayah, anak kau di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal musyahadah? Alaisatil musyahadah jayidah? Idza syahadtum al-musyahadah jayidan fa wajadtum al-akhta' asy-syai'ah fi lisanil malayuyyin. Al-khata' al-awwal fi ma dzakartuhu. Indi mashghulatun katiratun fi hadhihi al-usbu' hatta laysat istirahata 'ala nafsi. Hadhihi al-kalimah mukhti'ah fa sawab. Kuntu mashghulatan hadha al-usbu' wa ma bi min rahati khilala dhalika. Ana uidu maratan ukhra, kuntu mashghulatan hadha al-usbu'a wa ma bi min rahati khilala dhalika. Al-khata' athani, asallahu ayyutiya ana qultu asallahu ayyutina an-najaha. Hadhihi al-kalimah mukhti'ah fa sawab asallahu ayyunajjihana. Asallahu ayyunajjihana limadha? لأن الإقطاء هنا إقطاء الشيء الظاهر، وأما النجاة هذا ليس ظاهرا، فيكون عسى الله أن ينجهنا
لذلك أي نجحان هذا المشتق من كلمة النجاح؟ لذلك لابد أن نقول عسى الله أن ينجحنا هكذا. الخطأ الثالث في كلمة قبل بدأ كسو أريد أشتري ماء هكذا نقول مثل ذلك. فصواب قبل أن تبدأي قصتك أريد أن أشتري الماء. أريد أن أشتري الماء لأن الماء يكون مفعولا به. الخطأ الرابع في كلمة هيا هيا، هذا الخطأ في لسان الملايويين لأننا نقول طبعا نقول بهيا هيا هكذا، ولكن الصواب هيا بنا نبدأ فيها تجي إلى القصة، لذلك نقول هيا بنا نبدأ فيها أو مباشرة تفضلنا هكذا. شكرا على المشاهدة. كما كنت سابقا تكلمت الممثلة الثانية الخطأ في استخدام الضمير. أولا الخطأ كيف حالكم يا أختي؟ الصواب كيف حالك يا أختي؟ هذا لأن كم نستخدم بالضمير متصل هم يعني جمع مذكر. ثانيا الخطأ يظن، الصواب أظن، هذا لأن يظن نستخدم بالضمير متصل هو يعني مفرد مذكر، وأظن نستخدم بالضمير مخاطب أنا. ثالثا الخطأ يا أختي يا أختي أنت تعرف أم لا؟ الصواب يا أختي أنت تعرفي. ها هذه الأخطاء في كلامي. في جملة الأولى أنت تذكرين لأنني ينام في الفصل عند خطبة الأستاذة. وجملة الصحيحة هي أنت تذكرين لأنني نائمة في الفصل عند كلام الأستاذة. الجملة الثانية يا صديقتي السؤال هنا سهل سهل صعب وأنا أتوكل إلى الله فقط. الجملة الصحيحة هي يا صديقتي السؤال صعب جدا وتوكلت على الله. الجملة الثالثة قد أسمع هذا القصة ثم أشعر بالراعي عليها. والجملة الصحيحة هي قد سمعت تلك القصة الرائعة ورغبت. كما قلت سابقا ها هي هذه الأخطاء في كلامي. أولا تسألني أنا في الحمام في هنا الوقت يا أختي هل أنت تذكرين؟ الصواب تسألني وكنت في الحمام حينئذ أم متذكرة أنت؟ ثالثا إن شاء الله أنا أشعر بالثقة على إجابتي. الصواب إن شاء الله كنت متأكدة على إجابتي. ثالثا لا ماذا؟ الصواب ما ذلك. رابعا أنا قادمة. الصواب أنا مستعدة. شكرا على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.